الابن والروح القدس فلتكن معنا نعمته ورحمته وبركته الى ابد الابدين والى دهر الدهور كلها امين. سفر التكوين اصحاح 14 من ايه 17 بركاته فلتكن معنا امين. فخرج ملك سدوم لاستقباله اي استقبال ابراهيم بعد رجوعه من كثرة كبر العمر والملوك الذين معه الى عمق شوى الذي هو عمق الملك. وملكي صادق ملك سليم اخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي وباركه وقال مبارك ابراهام من الله العلي ملك السماوات والارض ومبارك الله العلي الذي سلم اعداءك في يدك فاعطاه عشرا من كل شيء. ايضا مزمور 110 اقسم الرب ولن يندم انت كاهن الى الابد على رتبه ملكي صادق. الرب عن يمينك يحطم في يوم رجزه ملوكا يدين بين الامم ملا جسسا ارضا واسعه سحق رؤوسها من النهر يشرب في الطريق لذلك يرفع الراس. هللويا والسبح لالهنا دائما ابديا. الحقيقة أحبائي كل سنة وانتم طيبين. أنا السنة دي واخد موضوع العهود التي أعطاها الله لأولاده. خدنا العهد الأول وهو عهد الستر وكان مع آدم. لما تعرى آدم صنع لهم الرب الإله أقمصة من جلد. العهد الثاني هو عهد رفع الغضب وده كان مع نوح وكان العلامة بتاعته قوس القزح. العهد الثالث عهد البركة وعهد البركة ده كان مع إبراهام لما قال له أقسم أنه بالبركة يبارك نسلك. النهاردة هناخد العهد الرابع وهو عهد الكهنوت. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. العهد الخامس عهد الملك وده كان مع داود. أقسم الرب لداود أن نسلك يجلس إلى الأبد. العهد السادس والأخير هو عهد الحياة الأبدية وده كان يوم خميس العهد مع الرب يسوع. هذه العهود كلها نجدها عبارة عن ثمرة من ثمرات الصليب. عايزين النهاردة ناخد عهد ملكي صادق أو عهد الكهنوت. كلمة كاهن معناها شفيع. كلمة كاهن معناها شفيع. المسيح يسوع لما جه عشان يملك لكن الشعب رفض ان هو يملك عليه. كان المفروض في الاول ان يمارس ملوكيته وثانيا يمارس كهنوته. وخلوا بالكم في العهد القديم مفيش واحد يقدر يقوم بالوظيفتين. يعني محدش يقدر يقوم بوظيفة ملك وفي نفس الوقت كاهن. عشان كده الملوكية كانت من سبط والكهنوت كان من سبط آخر. والكاهن لا يملك. عشان كده سبط لاوي هو الوحيد اللي ملوش ملكية في الأرض. سبط لاوي ملوش ملكية في الأرض. يعني الأرض بتاعت إسرائيل كانت بتتقسم بين 11 سبط ما عدا سبط لاوي. ويقول إن لاوي نصيبه هو الرب والكاهن نصيبه هو الرب. عشان كده ملوش ملكية. لكن الرب يسوع جه على حسب الكهنوت الملكي صادق مش الكهنوت الهاروني.
لان كهنوت هارون ما كانش بقسم، لكن كهنوت ملك صادق بقسم. ايه معنى كلمة قسم؟ مش كلمة يحلف ربنا يعني معناها يحلف لك انه ما يرجعش في كلامه، لا، الله بدون قسم وعوده ثابتة. وزي ما بيقول الكتاب المقدس السماء والارض تزولان، لكن حرف واحد او كلمة واحدة من كلامه لا يزول. لكن الوعد اللي بيديه ربنا بدون قسم هو وعد زمني، وعد زمني يعني ليه بداية وليه نهاية. اما الوعد اللي بيديه ربنا بقسم فهو وعد ابدي، يعني هنا وهناك في العالم الاخر. هذا الفرق بين الوعد بالقسم والوعد بدون قسم. يعني لما اقسم الرب ان نسل ابراهيم يكون كنجوم السماء ورمل البحر وتراب الارض، فهذا القسم سيكون هنا وهناك. عشان كده احنا لما بنروح هناك برضو بنتكئ في احضان ابائنا ابراهيم واسحاق ويعقوب، وتلاقي كل المتكئين من كل الامم ومن كل القبائل ومن كل الشعوب ومن كل لسان. ايه حكاية ملك صادق؟ ملك يعني ملك، صداق يعني بر او عدل، الاثنين بمعنى واحد. كلمة صداق معناها بر او عدل. كهنوت قائم على العدل. مع العلم يا احبائي اللي بيتشفع لواحد يعني بيتشفع لواحد لانه غلطان متهم في تهمة موجهة ليه. وانا لما بتكون في تهمة موجهة ليا والمحكمة بعتت لي بروح اجيب محامي، الكهنوت ده المحامي، والمحامي يدافع عني. طيب المحامي يقدر يطلعني من القضية لو التهم اللي موجهة ضدي تهم ملفقة، لكن في الواقع التهم الموجهة ضدنا تهم حقيقية، احنا فعلا غلطانين. مش التهم الموجهة لنا مش تهم نطلع براءة، لا، مفيش براءة، انا مذنب. فشوف لما اكون مذنب واجيب شفيع وادخل وبطالب بالعدل، طب دي تحصل ازاي؟ ما دام انا مظلم واطالب بعدل يبقى اترمي في جهنم 100%، لازم اترمي في جهنم. يبقى دي المطالبه احبائي بالعدل. ده انا المفروض ما دام انا مخطئ بجيب المحامي واقول له لو سمحت ركز على الرحمه، اطلب لي تخفيف العقوبه. يبقى ده الكلام المعقول. لكن هذا الكهنوت قائم على العدل، وعجيب هنشوف ازاي قائم على العدل. ملك صادق يعني ملك العدل او البر، الاثنين بمعنى واحد. طب ما مدام انا دخلت قدام واحد ما يعرفش غير العدل وانا غلطان وعارف ان انا غلطان، يبقى النتيجة مفيش سلام. يقولك لا، ملك سليم. عجيبة عجيبة ان ملك صادق ده يكون ملك سليم، يعني ملك السلام. يجي منين السلام؟ يتعرف ازاي؟ قبل ما ندخل لموضوع ملك صادق لازم نشوف الرمز، والرمز هيوصلنا للمرموز اليه. ملك صادق ده ظهر وابرقام راجع من كسرة الملوك. ايه حكاية كسرة الملوك؟ اصل بيورينا شخصين، والشخصين مؤمنين، واحد اسمه برام والتاني اسمه لوط، ولوط ابن اخوه. وابرقام يا احبائي، ابرقام هذا رمز للانسان الروح، انسان الروح في المؤمن. طب ولوط رمز لإنسان الجسد في المؤمن. يعني نقدر نعتبر ان الاثنين وحدة واحدة، انت فيك انسان جسد
وفيك انسان روح. لوط الكتاب قال عنه انه بار، ما قالش عنه ان رجل شرير، قال كانت نفس البار تتألم في داخله. يعني رجل بار بس انسان جسد. يعني ايه جسد؟ يعني بيدور على الارضيات. لما جه في الاختيار لوط اختار لنفسه، لكن ابراهام ما اختارش. لو رجعنا لاصحاح 13 و12 نعرف ان لما حصل الخلاف بين الاثنين، وممكن يحصل خلاف بين اثنين، الروح يشتهي ضد الجسد والجسد ضد ايه؟ ضد الروح، وهذان يقاوم كل منهما الاخر، ولازم يحصل انفصال، تفصل انسان الجسد على انسان الروح. لما جه يفصل اختار لنفسه لوط، اختار الارض الخضراء، مدن، مدينة سدوم وعمورة، ارض عمرانة فيها خير، فيها رزق، فيها اكل وشرب، فيها امان، وساب الجبل. ابراهيم قعد في الجبل في البرية، ولوط يكره حاجة اسمها جبل. حتى في الاخر، حتى في الاخر يا احبائي، بعد ما ربنا قال له اخرج من كل الدائرة، اهرب لحياتك، اهرب الى الجبل، قال له لا، ايه رأيك يا رب، وديني في اصغر مدينة لكن الجبل لا. وربنا عشان يعرفه وده اصغر مدينة، وسميت المدينة باسم ايه؟ صغر. صغر يعني ايه؟ يعني مدينة صغيرة. وعمر المدينة اي عمر الامان العالمي ما تجد فيها الله، لان عروس النشيد تقول بحثت عنه في المدينة فلم اجده، بحثت عنه في المدينة فلم اجده. الامان الخارجي، المدينة رمز لتأمين نفسك، قرش ينفعني، يقول لك القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود، مع ان القرش الابيض مش هينفع حتى في اليوم الابيض، مش في اليوم الاسود، لكن اها طريقة الناس وفكر الناس، يأمن نفسه ويحصن نفسه ويقول زي ما قال الراجل، اهد المخازن، ابني لنفسي مخازن كبيرة، واقول لنفسي كلي واشربي وليك خيرات كثيرة لسنين عديدة، واعتبر ان كده امن نفسه. ولقى الصوت بيقول له يا غبي، اليوم تؤخذ نفسك منك، اليوم تؤخذ نفسك منك. وكلمة غبي يعني معرفش يفهم، ويقولك فلان غباني، غباني يعني معرفتوش، معرفتش افكر كويس، ما شفتش الطريق كويس. فلما اختار لوط المدينة دي، عايز ربنا يعلمنا كل انسان مؤمن يحب يعيش بحسب الامان الخارجي، الاختيار لنفسه، لان يقولك رفع لوط عينيه ووجد مدن الدائرة ارض خضراء كجنات مصر، فقال له انا هاخد الارض دي. لكن ربنا لما جه لابراهام قال الرب الاله لابراهام ارفع عينيك. يبقى واحد رفع عينه والتاني ربنا قال له ايه؟ ارفع عينيك. اللي رفع عينه واختار، اختار بلاد اتحرقت بالنار، ويقول لك رمد الرب سدوم وعمورة. لكن اللي ربنا قال له ارفع عينيك ورفع عينيه، وكانت حتة جبال بيتخانقوا عليها النهاردة، لان الارض اللي كان واقف فيها ابراهام اورشليم ارض قاحلة، لكن مدام ربنا اختارها له يستطيع ان يحول القفر الى غدير، والارض السبخة الى ارض مثمرة. يقدر يجيب، يخرج من الاكل اكلا ويعطي من الجاف حلاوة. ربنا مش محتاج لامكانيات، بدون امكانيات يقدر يعولك، وبدون امكانيات يقدر يأكلك ويشربك. وده اللي ضربه لنا
في الخمس خبزات والسمكتين لما جولوا التلاميذ وافتكروا ان الشبع بالامكانيات، قالوا له اصرف الجمع لان المكان اللي احنا فيه مكان ايه؟ قفر. يا خسارة، المكان اللي فيه يسوع مكان قفر. امال فين المكان المريح يا حبيبي انت وهو؟ المكان اللي فيه الاكل والشرب. اصل ما فيش امكانيات ولا فلوس ولا حاجة، كل الموجودين خمس خبزات شعير بتعطف وسمكتين، حطهم بين ايدين يسوع ياكلوا الجموع ويشبعوا ويفضل. دي طريقة ربنا وده عمل ربنا. فلوط اختار لنفسه، ولما اختار لنفسه ربنا حب يديله درس قبل ما يحرق سدوم عمورة. فأقام أربع ملوك. الملك الأول اسمه أمرافل ملك شنعار، الملك الثاني اسمه أريوك ملك الأثار، الملك الثالث اسمه كدر العمر ملك عيلام، الملك الرابع اسمه تدعال ملك جوبيم أو صوبيم، صوبيم ملك صوبيم. ايه معنى الكلام ده؟ الاربع ملوك دول هجموا على سدوم وعمورة وحربوها وقتلوا اللي قتلوه واسروا الملوك بتوع سدوم وعمورة وخدوا من ضمن المزبيين لوط واهل بيته. وصل الخبر لابرام، وصل له الخبر، قال له ابن اخوك اتاخد، لم العبيد بتوعه. ابرام عنده جيش؟ ما عندوش جيش، كل اللي عنده خدامين. فلم الخدامين بتوعه وخرج احبائي بشويه العص اللي معاه وشويه السكاكين اللي معاه وراح هجم على الاربع ملوك وانتصر عليهم وهزمهم ورجع كل المزبيين بما فيهم لوط واولاده. لكن عايزين نقف بقى في المعنى الروحي، مين الاربع ملوك اللي بيهجموا ويخلوا الانسان الجسد اللي فينا ينتصر؟ اول واحد اسمه امرافل. كلمة امرافل يعني عبد الشمس، امرافل يعني عبد الشمس. والكلمة دي عشان تبقوا عارفينها كلمة بابلية، لان شنعار في العراق، وكلمة شنعار يعني يمين، عبد الشمس ملك اليمين. طب والتاني اسمه أريوك، وأريوك يعني عبد القمر، ملك الأثار يعني ملك اليسار. دي عايز تقول ايه؟ عايز اقول انسان الجسد بيحارب بعبد الشمس وعبد القمر. لو مسكنا مزمور ولا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل، ايه حكاية الشمس بالنهار والقمر بالليل؟ الشمس بالنهار الخطايا الفعلية، والقمر بالليل الخطايا الفكرية. في خطايا بيقع بها فيها الانسان بالفعل، وفي خطايا بيقع فيها الانسان بالفكر. الشمس نورها قوي بالنهار، بالنهار لان النهار الانسان صاحي والليل الانسان نايم. والشيطان يقدر يحاربك بالنهار ويقدر يحاربك بالليل، يقدر يحاربك بالفعل ويوقعك في الخطايا وانت بتتحرك وبتشتغل وبتتقابل مع الناس، يخليك تتخانق مع الناس ويخليك تخاصم الناس ويخليك تمسك سيرة الناس ويخليك تقع في الخطية مع الناس ويخليك تسرق الناس ويخليك تسلب الناس وتتعالى وتتكبر على الناس وتطمع في الناس. كلها دي خطايا نهارية. بالليل بقى يخليك تقعد تخطط في معمل العقل وانت حاطط راسك على المخدة وتفكر وتفكر لغاية ما تنعس ويطلع العقل الباطن في هيئة أحلام رديئة نجسة. الشيطان بيجي بقوتين ويقول إن الشمس
او يقول ان امراف الملك شنعار يعني ملك اليمين، والتاني ملك الاثار يعني ملك اليسار، لان الشيطان ليه ضربات يمينية وليه ضربات يسارية. ضرباته اليمينية بيشبهوه بالاسد، وضرباته اليسارية بيشبهوه بالحية بالتعبان، لان الاسد رمز الابليس، وإذا خصمكم أسد يزأر يجول ملتمس من يبتلع، وهو أيضا حية. الأسد يزمجر ويهدد ويخوف، لكن الحية تتسحب وما تحسش بيها إلا لما تلدعك وتسمك. ساعة الشيطان يجينا أحبائي بطريقة التخويف، أسد بيزمجر، وساعة يجينا بطريقة المديح، يخوفنا يوقعنا في اليأس نضيع، ويمدحنا يوقعنا في الكبرياء نضيع. وهنا ضياع وهنا ضياع. ادي الملكين الاولانيين اللي بيرأسهم الملك الثالث، اسمه كدر العمر، كدر العمر او حزن العمر او تعب العمر. الخطية هي اللي كدرت البشرية العمر كله، كل الأنين والضجيج والتعب اللي بنعاني منه، كل البكا والدموع والأمراض والأحزان والفقر، أساس الخطية، عار الشعوب الخطية هي أساس العار يا أحبائي. كدر العمر، أيوة كدر العمر، ملك علام، علام يعني مرتفعات. أساس الخطية الارتفاع، لأن قبل السقوط الكبرياء، وقبل التشامخ ارتفاع الروح. المتضح هو الوحيد اللي يقدر يجتاز. الشيطان ما بيوقعش غير المتكبرين. سيدنا البابا قال جملة عجيبة، قال الشيطان بيقول لربنا اترك لي الأقوياء فأنا كفيل بهم، ولكني أخاف من الضعفاء لأنك تدافع عنهم. عيب أنا قوي، لأن الرب قال لي إن قوتي في الضعف إيه؟ تكمل. عرفتوا اللي بيجري ورا الجسد بيحصل له إيه؟ بيتسبب من الضربات اليمينية، ويتسيب من الضربات الشمالية، وكبرياءه بيخلي حياته مقدرة وحزن وضيق. المرة الوحيدة اللي ربنا يقول فيها آه، تتصوروا لما ترجع للنص، في العربي مش موجودة، لكن ترجع للنص الأرامي، مرة واحدة ربنا يقول آه. تتصور لما واحد يقول آه يعني إيه؟ يعني تعبان، ربنا يتعب، آه مالك يا رب في ايه؟ يقول اه تركوني انا ينبوع الماء الحي، وحفروا لانفسهم ابار ابار مشققة لا تضب الماء. بيجري الانسان ورا تعبه، بيجري الانسان يا احبائي ورا حزنه، بيجري ورا كل ده. عشان كده هنا ضربة يمينية ضربة شمالية، تدير عمر بسبب الكبرياء. او اخر واحد اسمه تدعال ملك صوبين، وتدعال يعني ضياع. ما كان ضاع لوط، ويريت لما دخل درس وساب سدوم وعمورة، لا فضل برضه في سدوم وعمورة. ملك الامم ضاع وسط الامم، ضاع وسط الامم، عاش في وسط ناس. تتصور الراجل البار لما يقعد في وسط الاشرار، عياله هيطلعوا ايه؟ بيته هيطلع ايه؟ حتى لما في الاخر راح القرية الصغيرة، صدقوني احبائي، بناته سكروه وخلفوا منه، وحصلت افظع خطية ان واحد يخلف من بناته الاثنين. وبعد كده خدهم وطلع على الجبل. بعد ايه؟ بعد ما خسر كل حاجة.
اما ابراهام اللي قدر ينتصر على الاربعة دول اول ما رجع ملك سدوم وعمورة قال له خد من الغنايم، قال له يغنيها ربنا ولا شرك نعل، انا ربنا اللي هيغنيني، تيجي انت بكرة تقول انا اغنيت ابراهام؟ لا. طب يا ابراهيم انت تعبت وطلحت بلوشي، يعني عديت الناس وطلحت بلوشي، يبدو ليك ان انا طلحت بلوشي، لكن ربنا بعت له البديل. مين هو؟ خرج له ملكي صادق ملك سليم. عرفتوا ملك سليم خرج بايه؟ المسيح جاي يشفع في مين؟ جاي يشفع في كل انسان. لازم الاول يقدم عن طريق الملوك الاربعة الاولانين يقدم توبة بصورها الاربعة قبل الايمان التوبة، لان الرب يسوع قال لهم توبوا وامنوا بالانجيل، يعني التوبة تسبق الايمان والايمان يسبق المعمودية، من امن واعتمد خلص. يبقى لما نيجي نقول امن يقول لك قبل ما يؤمن لازم يكون ايه؟ لازم يكون تاب. واليهود لما وعظهم بطرس وقالوا له ماذا نفعل ايها الرجال الاخوة لما نخص في قلوبهم، يقول لهم توبوا وليعتمد كل واحد، توبوا قدموا توبة. التوبة انك انت تبعد عن سدوم وعمورة، انك تبعد عن الامان الخارجي، انك تبعد عن انسان الجسدي بكل تفكيره بكل مستوياته، وانك تيجي الملك صادق. ملك صادق قدم لابراهام خبزا وخمرا، بركة عجيبة، بركة عجيبة. انا طلع بلوش من العالم وسيدك طلع بلاش، جه يملك قال لا نريد ان هذا يملك علينا. لما قال لا نريد ان هذا يملك علينا، مش عايزين ده يملك علينا، لغى ربنا الملك؟ ما لغهوش. طب ايه اللي حصل؟ قال الرب لربي اجلس عن يميني. دخلنا دلوقتي في المزمور 110، اجلس عن يميني. طب والفترة اللي تقعد فيها يقعد فيها عن يمينك قد ايه؟ لغاية مضع اعدائك عند موطا قدميك. وبعد مضع اعدائك عند موطا قدميك تيجي انت تنزل وتحطمهم بقضيب من حديد، لانك انت الملك الوحيد. ونسمع الصوت اللي بيصرخ اللي بيقول قد صارت ممالك الارض كلها لمين؟ للرب ولمسيحه. طب والفترة دي هو يقعد فوق ويسيبنا نعك تحت في الارض؟ قال لا، اقسم الرب ولن يندم ان الفترة اللي هتقعدها فوق انت الكاهن الى الابد على رتبة او على طقس ملكي صادق. عهد عجيب. قاعد يعمل ايه؟ قاعد يشفع. كاهن بيشفع بس مش شفاعة توسلية، لكن شفاعة كفارية، لان الشفاعة التوسلية تقتضي من الكاهن ان يقف. لو رحت الكهنوت هارون تلاقي الكهنة متقسمين لاربعة وعشرين فرقة، كل فرقة تاخد ساعة، ويبقوا واقفين. واقفين ليه؟ لان الناس داخله تعترف بخطاياها، والذبايح بتدبح والذبايح بتدبح والذبايح بتدبح. يقدر كهن جوه الهيكل يقعد في وسط خدمته؟ استحاله، لان الناس طوابير والخطايا كتيره والجميع زغوا وفسدوا، ويغلط ويجي يقدم ذبيحه ويطلع تاني يغلط يكون غيره جه، وعلى طول الاربعة وعشرين ساعه الذبايح بتتقدم والكهنه واقفين. عشان كده قسموهم لاربعة وعشرين ساعة. لكن ده بقى بعد ما قدم نفسه بقربان واحد يقول عنه انه جلس الى الابد.
قال الرب لرب اعمل ايه؟ اجلس عن يميني. كاهن جالس؟ كاهن جالس؟ ايوه جالس. مش يقف؟ يقف ليه؟ عشان يقدم. قدم مرة واحدة. طب واللي احنا بنقدمه في الكنيسة؟ اللي بنقدمه في الكنيسة ده مش جديد، ده اللي اتقدم. الجسد والدم اللي انتوا بتاكلوه ده مذبوح من امتى؟ من 2000 سنة. من 2000 سنة. ربما البعض يسألكم سؤال، لان البعض بيظن ان في كنيستنا الارثوذكسية ان احنا كل مرة بنذبح المسيح. لا، مرة واحد كان بيتناقش معاي وقال انتوا بتذبحوا المسيح في كل قداس يبقى الذبيحة متكررة. قلت له لا، دي مش متكررة، دي امتداد للذبيحة اللي اتقدمت على الصليب. حتى ابونا في الاعتراف الاخير يقولون ان هذا الجسد الذي اخذوا من سيدتنا، يعني ده اللي اتولد بيه من سيدتنا وملكتنا كلنا. راح سألني سؤال، طب ليه بتسموه مذبح؟ قلت له احنا بنسميه من ناحية الجسد والدم مائدة. عشان كده ابونا لما بيجي يقدمه ما بيقولش انزح عنا وعن سائر شعبك وعن هذا المذبح، لا، بيقول وعن هذه المائدة. نيم هطاي الترابيزة صاج، ترابيزة يعني، ترابيزة يعني مائدة. لكن احنا بنسميه مذبح علشان التسبيح اللي بتتقري عليه، فهو مذبح من ناحية التسبيح ومائدة من ناحية جسد الرب ودمه. لازم نفهم الحتة دي، لان الافخارستية، كلمة افخارستية عن الصلوات، كلمة افخارستية يعني ايه؟ شكر، وشكر او حمد او تسبيح، والتسبيح ذبيحة، لان الكتاب بيقول ذابح الحمد يمجدني، واحنا بنقول رحمة السلام وذبيحة ايه؟ التسبيح. فاحنا بيقف الكاهن على هذه المائدة لكي يسبح، فاصبح مذبح للتسبيح واصبح مائدة لجسد الرب ودمه. لكن احنا ما بنذبحش المسيح، احنا بنقدم المسيح اللي اتذبح من 2000 سنة مرة واحدة بقربان واحد وبرغيف واحد. شوف عدد المتناولين 3، يروح ابونا مقدم رغيف. عدد المتناولين 30,000، برضه ابونا يقدم رغيف. طب مش نكتر؟ لا تكتر ولا تقل، هو رغيف واحد، خبز واحد، استمرارية. والفتفوتة اللي انت بتاخدها ده الرغيف الواحد كله، انت مش بتاخد جزئية من جسد المسيح، انت بتاخد الجسد بالكامل. والنقطة اللي بتاخدها على لسانك ده الدم بالكامل، تاخد الدم بالكامل. عشان كده هنا لما بيجي يتكلم في المزمور 110 يقول له انت كاهن الى الابد على رتبة ملك صادق، الرب عن يمينك. وهنا اسأل سؤال، المسيح عن يمين الاب ولا الاب عن يمين المسيح؟ احنا بنقول ان المسيح صعد وجلس عن يمين العظمة. ما هي العظمة؟ الاب. يبقى المسيح صعد وجلس عن يمين العظمة؟ ايوه. طب والمسيح الاب جلس ايه؟ عن يمينه. اصل يمين لا يقصد يمين ولا شمال، كلمة يمين يعني قوة، كلمة يمين يعني قوة. حتى في اللغة العربية يقولك فلان يحلف اليمين. يعني ايه يحلف اليمين؟ يعني يحلف بأقوى حاجة. يمين الرب رفعتني، يمين الرب صنعت قوة. يبقى هنا كلمة يمين يعني قوة. المسيح جلس في قوة الآب، والآب استخدم قوة الابن، والقوة واحدة، أنا في الآب والآب فيا، أنا في الآب والآب فيا. جالس بناسوته المتحد بيه
علشان يظهرنا امام الاب، والمفروض احنا هنا نظهره امام العالم. تفتكروا الله صبر على العالم ليه؟ ربنا لما شاف الخطايا اللي بيعملوها بتوع سدوم وعموره حرق سدوم وعموره بالنار. اسالكم سؤال وانتوا اللي تجاوبوا عليه بينكم وبين نفسكم، تفتكروا في خطايا عملوها في سدوم وعموره مش بتتعمل دلوقتي؟ في خطايا حصلت في سدوم وعموره ما بتتعملش دلوقتي؟ وبتقروا في الجرايد وتسمعوا هنا وبره ام تتجوز ابنها، ايه ده؟ تصريح من كنايس اجنبيه بزواج الرجل للرجل والمراه للمراه، وكله يقترف باسم الحريه، الحريه اللي طلبها الابن الضال، قال عايز اعيش حر بعيد عن ابوي، ووصل لخرنوب الخنازير وما يعرفوش ان الحريه الحقيقيه في المسيح يسوع، ان حرركم الابن فبالحقيقه تصيرون احرارا. ملك صادق جه جالس عن يمين العظمه يشبع في المؤمنين ورافع الغضب عن العالم. لولا المسيح بشفاعته كان زمان العالم كله اتحرق زي سدوم وعموره. بس يغيب ويبعت انذارات، ويغيب وينعت ويبعت انذارات، زي ما بعت للوط انذارات خلاها تسبق، يعني سيب البلاد دي. واحد غيرك بعد ما رجع كان قال له يا عمي انا 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 اعيش في حماك، ده انت اللي خلصتني، لكن رجع عاش في نفس الارض. بنتحرق بالخطية وما زلنا ماسكين في الخطية، لكن المسيح بيشفع. ملك صادق وبيشفع على حساب ايه؟ العدل. في آية حلوة تبين لكم الشفاعة على حساب العدل. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين ورحيم. صح الله، أمين وعادل. تصور تروح تعترف بخطيتك لواحد عادل بيقطع رقبتك، صح ولا لا؟ فهو أمين وعادل أن يغفر لنا خطية. الخطية اتطهرت على حساب العدل مش على حساب الرحمة. الرحمة قدمت المسيح بس، الرحمة جابت الابن، والابن سوى العدل، وتقابلوا الاثنين على خشبة الصليب. وفي فرق بين الاثنين. اضرب مثل عشان اوريك المغفرة على حساب الرحمة والمغفرة على حساب العدل. نفترض انا رحت بلد وما معيش فلوس ومفلس وهبات في الشارع، جه واحد صاحب لوكندا بقول لي عني انا مش لاقي ابات وما معيش فلوس، قال لي خلاص يا حبيبي تعالى بات عندي في لوكندا، ده هيبيتني على حساب ايه؟ الرحمة. تصوروا لو حطني في اوضة فوق السطح في اللوكندا بتاعته، اقدر افتح بقي؟ اقدر اقول له الاوضة دي مش حلوة؟ لما اقول له الاوضة دي مش حلوة يقول لي يا حبيبي اللي دفعته خده. لكن انا رحت بلد وما معيش ولا مليم، وواحد جه قال لي تعالى انا هبيتك على حسابي، دخل لصاحب اللوكندا وراح دفع لي 8 جناح ومش جه صاحب اللوكندا قال لي اطلع فوق السطح، اقول له لا اسف انا مدفوع لي 8 جناح، انا ما دفعتش حاجه لكن اللي دفع لي. انا كنت بدور على خبز الارض، وخبز الارض تاكل خبزك بايه؟ بعرق جبينك. لكن انا باكل خبز السماء، وخبز السماء جاني بعرق جبين مخلصي اللي كان عرقه بيتساقط كقطرات من دم. سمعت على واحد عرقه نزل بأدم؟ عشان كده بيقول لك الكتاب لم تجاهدوا بعد حتى الدم، يعني عمرك ما عرقك يبقى دم. يبقى كل خبز اللي بعرق الدم من ياكلني يحيى بيا. لكن تاكل خبز الارض، خبز الارض فاسد وتموت وتضيع، لكن ده اكل للحياه ومجيء للشبع. اكتب اليكم الا تخطئوا، ولكن ان اخطا احدنا
فلنا ملك صادق، لنا شفيع عند الله الآب الإنسان يسوع. الله قادر أن يباركنا بكل بركة سماوية ويحفظنا ويجعلنا أن نثق في هذا العهد وأن نلتصق به وأن نبعد عن الملوك الأربعة.